يحتاج إلى العلم الذي به نعرف دين الله حق المعرفة، ولا تروج علينا البدع والخرافات والشركيات، بل نعرف ديننا بتعلمه وتلقيه من الكتاب والسنة وهدي السلف الصالح. والأمر الثاني الصبر، الصبر عليه، فإن من يتمسك بهذا الدين سيلقى من الناس مضايقات، يلقى منهم احتقارا، يلقى مطاردات، يلقى أمورا كثيرة، فعليه بالصبر على دينه، فإنه يأتي زمان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي على الناس زمان يكون القابض على دينه كالقابض على الجمر لشدة ما يلقى من الناس، فلنصبر على ذلك، نوطن أنفسنا على ذلك مهما كلفنا الأمر ما دمنا على الحق وهم على الباطل.